الخير. جتني هذه القرعة الكبيرة، قلت لازم أسوي فيها حلا تركي معروف، نقشرها ونقطعها وارجع لكم. شايفين قطعتها بالشكل هذا، تكون قطعة كبيرة شوية لأنها صارت بتنكمش مع الطبخ، تنكمش. شايفين تكون بالشكل هذا. طبعا ما اقدر اخليها كلها متساوي لان نفس القرعه ما هي يعني شكل واحد، متعرجه. شايفين؟ المهم حاولوا قد ما تقدرون تخلونها قريبه من بعض. الحين بعد ما قشرتها راح اضيف عليها سكر، طبعا السكر انا عندي هنا كوبين ونص، راح احطه كلهم. بعدين أغطيها تقريبا كم ساعة، 4 إلى 5 ساعات، ما هو مشكلة، حتى لو بقيت ليلة كاملة برا عادي. شايفين؟ الحين أغطيها وأتركها بالساعات. زي ما قلت لكم راح أغطيها وأتركها برا، نغطيها ونتركها برا. هذا بعد ما تركته كم ساعة، شوفوا الموية اللي طلعت منه. شايفين؟ يطلع موية زي كذا، يعني السكر يذوبه أو ذاب السكر مع الوقت. الحين شو بسوي؟ أحط عليه منكهات، قرفة وهيل وقرنفل، وراح أدخله الفرن. ما أضيف عليه ولا شيء، أخليه يطبخ بموية السكر هذا. شايفين؟ بس اغطي عليه، لازم ضروري اغطي عليه وادخل الفرن لين اشوف المويه نشفت. اذا نشفت المويه ابدا اوزعه، يعني ابعده عن بعض كذا، اخليه يتحمر شويه في الفرن، يعني ياخذ لون حلو كرمل، او نقول يتكرمل شويه. بس الحين بطبخه زي ما هو كذا لان في مويه، زي ما قلت لكم شوفوا المويه، هذه الموية موية السكر وموية القرع. خلاص الحين بدخل الفرن ونشوف كم ياخد لين تنشف مويته. اذا نشفت مويته خلاص اولع عليه من فوق واخليه يتكرمل شوي. هنا تأكدت انه استوى. شايفين؟ طالما الشوكة تدخل كده معناته مستوي. الحين شو اسوي؟ اخذه وارصه في صينية كده عليها ورق زبدة، وارصه كله لاني راح اشوحه على النار، يعني اخليه يتكرمل شوي. شايفين؟ زي ما قلت لكم ناخذه كذا وارصه في الصينية بالشكل هذا. شوف الموية باقي كثيرة فيه عادي، يعني إذا تحبين الموية تنشف تماما ترى راح ينهرس مرة. أنا شيكت عليه لقيته مستوي خلاص، ما يحتاج يجلس أكثر من كذا. شايفين؟ زي ما قلت لكم أخذه كده زي ما هو، شلته من الصينية الثانية وحطيته في صينية عليها ورق زبدة، راح أخليه يتكرمل شوية في الفرن. شايفين؟ طلعتها من الفرن خلاص تقريبا استوت. وأقول لكم معلومة، أنا غلطت وخليت الموية كلها موجودة في لما دخلتها الفرن. المفروض أن ننقص من الموية 3/4، خلي الربع بس. شوفوا قديش طلع موية، هذه الموية كلها طلعت من السكر. هذه نطلعها قبل ما ندخلها الفرن، لأن كده دخلتيها وهذه الموية كلها راح تستوي تماما، لأن في بعض الحبات عندي استوت انهرت. وزي ما قلت لكم قطعوها تقطيع سميك. ما شايفين؟ الحين استوت، طبعا بتتاكل باردة، وبوريكم كيف طريقة تقديمها. شفتم؟ نقول لكم طريقة التقديم كيف.
اول حاجه تتاكل بارد، هذا اول شيء. ثاني شيء انا عندي هنا طحينه، طحينه العاديه معروف، نسميها هرده ونسميها طحينه. اخذت من المويه هذه وحليتها بالطحينه، يعني ما حطيت عليها مويه عاديه، حطيت عليها مويه القرع والسكر هذا اللي موجود، شايفين؟ من المويه هذه حليت الطحينه. الحين طبعا هذا اختياري في التقديم، كل واحد يقدمه ممكن تاكلينها كذا عادي، اصبها عليها. بالشكل هذا وتضيفين المكسرات اللي تفضلينها. انا عندي هنا شوية جوز، ممكن جوز لوحده، ممكن جوز فستق، ممكن فستق لوحده، وعندي فستق. وفي ناس تقدمها مع سكريم، يعني تحطين جنبها قطعة سكريم وتاكلينها معها. وبالف عافية. انا اوريكم كيف، شايفين؟ شوفوا كيف مره هريانه. زي ما قلت لكم لا تخلون المويه كلها فيها، تشيلوها لانها راح تستوي في الفرن. هذه مع الف عافيه. اذا عندك كميه كبيره تاخذينها وتحطينها في قاروره تنظفينها وتعقمينها، وبعد ما تبرد تماما وهذا يكون بارد تحطينها وتضيفين هذا عليه عشان يحفظها من ما تخرب ما تعفن. بس وبالعافيه.